بحمد الله تم الوفاق والاتفاق بين كل رجالات الإدارة الأهلية بشرق السودان، وكان هذا الاتفاق برعاية كريمة من السيد نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو، وتوصلنا إلى وفاق في واتفاق في ثلاث أشياء. الشيء الأول هو ردق النسيج الاجتماعي والعمل على نشر المحبة والسلام والإخاء، وردق النسيج الاجتماعي في ولايات شرق السودان الثلاثة، وأيضا كوننا ثلاثة لجان من الولايات الثلاثة، وهنالك لجنة عليا ترأس هذه الثلاثة لجان، وإن شاء الله حتعمل على معالجة كل المشاكل في شرق السودان. الشيء الثاني الذي اتفقنا عليه هو الإبغاء على صندوق إعمار شرق السودان، لكن اتفقنا على أن تكون هنالك مراجعة جيدة، وأيضا اتفقنا على أن يراجع ببيت خبرة ويكون فيه توظيف لكل أبناء الإدارات بشرق السودان، وبعد ما يصلح مساره إن شاء الله. هذه أيضا اتفقنا على الاتفاقية أو المسار اللي هو الأجاري الآن التفاوض فيه في جوبا، إنه هذا المسار يكون إضافة للصندوق، وهو والصندوق كله إن شاء الله يعملوا جميعا من أجل نماء ومن أجل تنمية شرق السودان ومن أجل معالجة كل المشاكل التي تعوق إنسان شرق السودان. وأيضا تم الاتفاق إنه يكون هنالك تمثيل لكل إدارة بفرد واحد مفاوض إن شاء الله سيشارك في جوبا إن شاء الله. ونحن بحمد الله وسبحانه وتعالى الآن نحن قابلنا السيد رئيس المجلس السيادي الأخ الفريق البرهان، وشرحنا له ما توصلنا إليه من اتفاق، وأيضا ناقشنا كل المشاكل التي تعوق الإدارة الأهلية في شرق السودان وفي باقي ولايات السودان، وجزاه الله خير السيد الرئيس، يعني وعد بإصلاحات ووعد بإن شاء الله يعني بمعالجة كل المشاكل التي تعوق الإدارة الأهلية ورجل الإدارة الأهلية في شرق السودان.